إذا هذا المقطع وصل 5000 لايك أنا راح أطلع برج خليفة وأنط من فوق. طبعاً عم بمزح ما تصدقوا. لا عن جد عن جد، إذا وصل 5000 لايك راح أبعت لكل واحد 26 مليون دولار، راح أبعتهم بالفيزا كارد على حسابكم الرسمي. وإذا ما عندك حساب بالبنك أنا شخصياً الصبح راح أدق عليك على الباب سلمك المصاري. صدقني مش عم بمزح. سلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. إذا أنت أول مرة تفتح القناة اشترك وفعل جرس التنبيه، خلينا نوصل بأسرع وقت 100,000 مشترك، إنه مثل ما بتعرفوا هذيك القناة راحت علي. فلكل واحد عم يشاهد الفيديو بيعرفني يحط سبسكرايب ويفعل الجرس. صدقوني مش صعبة. أوكي لفوت دغري بموضوع الفيديو. كنت نايم بأمان الله بحس إلا ابن أختي الصغير فات لعندي على الأوضة وحاطت هيدي الغنية شتت تورت تورت بيبي. إجت أنا فقت دغري وقلت له وطي الصوت أو طفيه، فهو برمج الدغري يحط على فيديو تاني. فإجا حط على واحد عم يحكي عادي ومعليل الصوت كاين. إجت أنا قمت دغري معصب بدي أطفي له التليفون. إذا بمسك التليفون هيك بلاقي شو 1 مليار مشاهدة. ما شفته للولد، شفت المشاهدات بس. انا جيت انا تفاجأت، لك شو 1 مليار مشاهدة؟ بدي اشوف شو موضوع الفيديو هيدا. جا طلع عم يلعب بالسيارة وما بعرف شو. بس انا زاد الفضول بلشت ابحث عنه على جوجل، اذا كتبت بس اسمه بوف بيطلع بالسنة 26 مليون دولار. وهون كانت الصدمة. بحثت كتير وبعد البحث طلعت هالمعلومات. عنده باليوتيوب 27 مليون مشترك. امه بتدير له القناة، امه بتجيب له الالعاب، امه كل شيء. يعني زي ما بتقولوا امه بتستغله. لا لا كيف تستغله، ما هو ابنه. سموها زي ما بتسموها. بعد ما تفوت على القناة بتلاقي مشاهدات قناته مليون، 12 مليون، مليون ونص، مليون، 3 مليون. عبودي كيف هذا بيجيب مشاهدات؟ ولا شيء. بعد 24 ساعة بيطلع فيديوهاته بقائمة الاكسبلور الأطفال، يعني كل ولد موجود بهالكرة الأرضية بيفوت بيشاهد الفيديو تبعه. وخلينا نشوف مقطع من مقاطعه. Brian, I tried to fix but I can't get the water to stop and the water is everywhere. خلاص عبودي قرر يفتح قناة ألعاب. انتو شو رأيكم؟ نقلبها قناة ألعاب أو لا؟ لأنه عن جد هم بطلعش المية ولا المتين دولار. خلاص رح نقلبها، خلينا نطلع 26 مليون دولار. شو رأيكم؟ تعرفوا اللي صدمني ورح يصدمكم كتير؟ أنا متأكد خلاص رح تنجلط. لو بترجع بتشوف أكتر المقاطع انتشار عنده خلاص بتقول رح تنتحر. مقطع قبل 4 سنين 2 مليار مشاهدة، مقطع قبل 5 سنين 1 مليار مشاهدة، مقطع قبل 5 سنين 358 مليون مشاهدة، مقطع كمان قبل 5 سنين 358 مليون مشاهدة. خلاص أنا رح انتحر، خلاص ما عادش أقدر. لو هذا المقطع لبيلي آيليش أو لجاستن بيبر أو لمغني مشهور تاني ما كان هيك انسطلت. حد عم يلعب الألعاب هيك هالمشاهدات؟ قولوا ما شاء الله. ما شاء الله طبعا أحسن ما تقولوا لي تحت بالتعليقات قول ما شاء الله. طب عبودي معقول من اليوتيوب بيطلع 26 مليون دولار؟ شو هالخرطة؟ لا مش بس من اليوتيوب، شركات بتيجي عنده لهذا الولد بيقولوا له خد هاي اللعبة بس العب لنا فيها وخد هذا المبلغ. صدقوني ايه. شباب اكتشفت كمان شغلة جديدة، انه عنده 3 قنوات. القناة الأولى هي الرئيسية راينز وورلد، والقناة الثانية راينز وورلد اسبانيول، والقناة الثالثة بالكوري كتبها أو بالياباني مش عارف، تعون البي تي اس بيعرفوا. يعني تخيلوا هذا الشخص طلع ب 2017 مليون دولار، وب 2018 12 مليون دولار، وب 2019 ل 2020 طلع 22 مليون دولار، ومن 2020 لبداية 2021 يعني نهاية شهر 12 هيدا طلع 26 مليون دولار. واو ما شاء الله. يمكن هالمقطع يمكن تحسوه سخيف او عادي او شيء. لا انا عم بحكيكم هالارقام لحتى تعرفوا انه والله السوشيال ميديا بتعمل، بس السوشيال ميديا الاجنبي اكتر بتعمل، بس العربي كمان بتعمل. وانا والله بهالارقام مش عم بحبطكم او شيء، لا عم حفزكم لحتى تشتغلوا على حالكم تقدروا تصيروا احسن منه. هلا بيطلع لك واحد احسن منه 26 مليون، لا بتقدر. ليش ما تقدر؟ شو ناقصك؟ شو ناقصك انت؟ بس اعرف انت شو ناطر. اذا انت بتحب هيدي الشغله بلش باليوتيوب، بلش بالتيك توك، بلش بالفيسبوك، بأي برنامج انت بتحبه. اذا انت ما بتحب كل هالشغلات خليك انت مركز على حياتك العادية، ما تقضيها كل حياتك لعب واشياء سخيفة، خليك تطلع على المستقبل. وبس هيدا اللي حبيت احكيه. وبس شباب هلا وصلنا نهاية المقطع، ما تنسى اللايك والسبسكرايب، خلينا نوصل 100,000 بأسرع وقت. ما تنسوا كمان تابعوني على الانستغرام. كان معكم عبد من قناة بودي. سلام.